اهلا بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان في جوله اخباريه جديده من خارج الحدود. نبدا مع حضراتكم من اخر مستجدات الحرب الروسيه الاوكرانيه، حيث قال مسؤول الشؤون الخارجيه للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل انه سيتم اباده الجيش الروسي اذا استخدم سلاحا نوويا في اوكرانيا. ومع اشتعال وتيره التهديدات الروسيه لاوكرانيا، اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ ان اي استخدام للسلاح النووي سيغير طبيعه النزاع في اوكرانيا وستتطلب الرد فورا، مشيرا الى ان الناتو سيواصل تقديم المساعدات العسكريه لاوكرانيا بما في ذلك المئات من الطائرات المسيره وانظمه مضاده للطائرات. واكد ايضا الامين العام انه تم اتخاذ قرارات بزياده مخزون الذخيره والمعدات العسكريه، مشيرا الى ان دول الناتو تتشاور وتنسق على اعلى المستويات بسبب التهديدات النوويه الخطيره لبوتين. ومن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى العراق، انتخب مجلس النواب العراقي السياسي الكردي الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية من الاقتراع، كما كلف الرئيس العراقي الجديد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وصوت 269 عضوا في البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية الجديد في الجولة الثانية. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مجلس النواب قد انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأشارت أيضا إلى أن نتائج الجولة الثانية للانتخاب جاءت لصالح المرشح عبد اللطيف رشيد ب 162 صوت مقابل 99 صوتا لبرهم صالح. وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس الجمهورية بلغ 277 نائبا وشاركوا جميعا في عملية الاقتراع. وننتقل مع حضراتكم من العراق إلى بريطانيا. دعا المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا ستيفن بايس الشعب البريطاني للتقدم للحصول على لقاحات كورونا والإنفلونزا، مؤكدا أن الأطباء يستعدون لشتاء قارس بالمملكة المتحدة. وقال بايس بحسب صحيفة الجارديان البريطانية إن الاستعدادات الشتوية لا تتوقف عند التطعيمات، لكن تستعد لإدارة الطلب المتزايد بما في ذلك زيادة عدد الأسر ومعالجات مكالمات الطوارئ. وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الأشخاص الذين ينتظرون العلاج من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تجاوز 7 ملايين لأول مرة في أغسطس الماضي، وأثارت تلك الأرقام المخاوف من أن الخدمة الصحية غير قادرة على مواجهة المستوى المرتفع للطلب الذي تواجهه. ومن بريطانيا إلى لبنان، فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية في انتخاب رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون، والذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الحالي. ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 20 أكتوبر، وذلك بعد حضور 71 نائبا داخل القاعة العامة، حيث انطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022. ولمن لا يعلم فإن دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة أي 65 نائبا. بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كان معكم محمد جمال، وإلى اللقاء في جولة إخبارية جديدة من خارج الحدود.